سوف تتناول قمة يوم المرأة العالمي محاور عدة تنطلق من الذات والمجتمع والأسرة والدولة والعالم، وسوف تقوم باستضافة العديد من الخبراء والخبيرات في مجال التنمية الأسرية وفي مجال أيضا سيدات الأعمال والعديد من المواضيع التي تهم المرأة، كما سيتم مشاركة العديد من الدول الأعضاء في المنظمات والهيئات الدولية الخاصة بالمرأة، وكذلك العديد من المنظمات والدول الخليجية وأيضا المنظمات وجمعيات النفع العام بالكويت في هذا المؤتمر. وإن شاء الله في هذا المؤتمر سيتم تسليط الضوء على العديد من القضايا والأخذ بهذه التوصيات ورفعها إلى جهات معنية في الدولة ليتم تفعيل وتمكين دور المرأة بإذن الله.